الله رزقك دراجة جديدة، سيارة جديدة، حكولك بدك تلينها، تعرف؟ خليك معنا. معكم المهندس صايب طعيمة من مصنع الدراجات، واليوم بدي أحكي لك عن تليين محركات الاحتراق الداخلي. شو التليين؟ ليش بنعمل التليين؟ وكيف بنعمل التليين؟ التليين مصطلح بالإنجليزي اسمه breaking in. شو يعني؟ لما تتصنع المحرك في عندك رنجات على البستن بدها تتحرك جوات السلندر. هاي الرنجات بتكون مصممة بحيث انها يكون فيها زنبرك داخلي يضغطها. هلا على ارض الواقع بعد الاستخدام مش هذا اللي بوسع الرنج، اللي بوسع الرنج هو ضغط البستن. فبدك الرنج ياخذ شكل السلندر من خلال الضغط اللي اجى على البستن. هذا ما بنعمل غير بالتليين. فاول 1000 كيلومتر 1600 كيلومتر حسب توصيات الشركة الصانعة هي تليين حتى الرنج ياخذ شكل السلندر ويتمدد بحيث يعطيك اعلى ضغط. تليين المحرك مسؤوليتك، وتليين المحرك وطاقته قديش الماتور راح يكون قوي برضه مسؤوليتك. لينت صح تاخذ ماتور صح. والتليين مش بس للرنج، التليين برضه كمان للجير. عندك المسننات انخرطت انعملت بيكون ممكن يطلع منها شوائب صغيرة راح تتجمع بالفلتر. فمشان هيك بعد ما تلين الماتور على 1000 بتكب الزيت بتغير الفلتر وبتعيش حياتك بصورة طبيعية. برضو كمان التليين الكلتش، برضو كلتش دراجتك بحتاج تليين. وما تستهين بالموضوع، ما بنفع من أول يوم تبلش ترفع، أصبر حتى الكلتش ياخذ وضعه، حتى الدسكات ترتاح على بعض، حتى الدراجة تعطيك أفضل أداء. لينت محركك بيعيش معك للأبد. طيب أوكي، عرفنا أهمية التليين، كيف بنلين الماتور؟ هلا سر تليين الماتور كثير بسيط. سر تليين الماتور هو إنك تسمح لضغط الماتور يضغط الرينج بأفضل طريقة بدون ما تعمل عليه ضغط زايد، يعني ممنوع تزر. النقطة الثانية كمان مهمة، ممنوع تضلك على نفس الأربين. ما بتقول لي بدي أنزل على العقبة وتضلك ماشي لي زار على العقبة، ما بزبط، هيك بتخرب ما بتفيد. الرينج حتى ياخذ الشكل الصح للسلندر بدك تغير الار بي ام، وبدك ما تزر، ما تخلي الماتور ينضغط بسرعه عاليه. في كثير نظريات بتحكي لك لين الماتور بالضغط، لا مش صح. لين ماتورك بهدوء، سوق الألف بهدوء حتى تاخذ على هواء دراجتك، حتى تاخذ على هواء سيارتك، حتى تحصل على اعلى باور ممكن يعطي المحرك تاعك. والله يرزقك وتجيب دراجه جديده. واذا حاب تعرف عن اسعارها فوت على موقعنا.